السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامج من الميدان. سلامة الحاج لا تختص بجهة رسمية معينة، وإنما عدة جهات، منها وزارة الحج. وفي المساكن تقع المسؤولية وحدها على وزارة الحج. تابعونا في الميدان. معنا الدكتور محمد القرني، مستشار وزير الحج والمشرف على الطوارئ والعمليات في الوزارة. أهلا بك، حدثنا عن خطة وزارة الحج فيما يتعلق بالطوارئ وسلامة الحاج. خطة الطوارئ في الحج والتوعية تبدأ أساسا من نهاية الحج الذي سبق، بتقديم أدوات التوعية إلى بعثات الحج، ومن ثم يتولون توعية حجاجهم في بلادهم، وأيضا القيام بتوعيتهم أثناء انتقالهم إلى المملكة العربية السعودية عن طريق وسائل النقل المختلفة. أيضا التوعية في المطار عندما يصل الحاج إلى المطار أو المنفذ الذي يصل منه، سواء كان برا أو بحرا أو جوا، ومن ثم تستمر هذه الخطوات في داخل المملكة، بدءا من نقل الحاج وسلامة نقل الحاج إلى سكنه، ثم أيضا متابعة سكن الحاج. واليوم حنا في إحدى المنشآت الخاصة بإسكان الحجيج، في منشأتين زرناها اليوم معكم، ومن خلالها يتم أولا معرفة التصريح الخاص بهذه المنشأة، أعداد الساكنين في هذه المنشأة لا يكون هناك أعداد إضافية أو زائدة، التأكد من توفر وسائل السلامة في المنشأة، ويتم المراقبة بهذا الجانب بعدة حالات. الحالة الأولى من قبل المؤسسة نفسها، تراقب بعثة الحج والتأكد من العمل في المؤسسة وعمل البعثة لوسائل السلامة بشكل صحيح. تقوم وزارة الحج بالمراقبة أيضا من خلال فرق ميدانية تتجاوز 170 فرقة ميدانية لمتابعة الإسكان. وكما يعلم الجميع، الإسكان المصرح فيه في مكة المكرمة 5612 منشأة لإسكان الحجاج، وأيضا هذه المنشآت ما بين عماير للسكنة وما بين فنادق، وأيضا هذه الخدمات مقرر لها تصريح إلكتروني من قبل وزارة الحج ومتابعة من قبل الدوريات كما أشرنا في هذا الجانب. وصلنا إلى نقطة مهمة جدا، وهو أيضا الرقابة الأساسية من قبل إخواني رجال الدفاع المدني، فهناك أكثر من جهة رقابية لسلامة الحاج والتأكد من سلامة الحاج في سكنة في مركبة. انتقال أيضا هذه القوة إلى متابعتها في المشاعر المقدسة في منى في عرفات، والتأكد من خلو المنشآت أو سكن الحاج من أي خطورة، سواء كانت في المساكن في مكة أو في المشاعر المقدسة. ما هي الجهة التي تختص بالطوارئ والسلامة، وما هو دور وزارة الحج بينها؟ كما يعلم الجميع، هناك خطة للطوارئ تصدر من سمو وزير الداخلية لأعمال الدفاع المدني في الحج، من ضمنها مهام وزارة الحج، وهناك 19 جهة حكومية تقوم بتنفيذ هذه المهام، من ضمنها مهام الوزارة. وكما أشرت، مهام الوزارة دقيقة جدا، تتولى الوقاية للحاج في بداية المهمة والمحافظة على سلامته في النقل، في السكن، في الإعاشة، ثم أيضا المحافظة على السكن الخاص بالحاج في المشاعر المقدسة. ننتقل إلى جانب مهم جدا، أنه أيضا من مهام وزارة الحج هي أيضا توفير متطلبات إعادة الأوضاع عندما يصير لا قدر الله هناك إخلاء لمخيم أو لحاج من مسكنة، فهناك إسكان بديل لابد أن يتوفر باشتراطات سلامة أيضا دقيقة جدا. أيضا وسائل النقل للحاج عندما يكون هناك حالة طوارئ، فهناك معدات توفرها وزارة الحج، خاصة بنقل الحجاج، الحافلات، بالسائقين، بالعمالة، لإعادة الأوضاع في هذا الجانب. كل هذه الأمور تخدم خطة الطوارئ، ويكون هناك تكامل في الخدمة، فالجهات الأمنية والجهات الخدمية الأخرى تعمل كلها في تكامل في خدمة ضيوف الرحمة. طيب، هناك بعض المساكن تقريبا شبه هالكة أو أنها غير صالحة لسكن الحجاج، ما هي إجراءاتكم معها وكيف تتعاملون في حالة مخالفة صاحب المبنى لأنظمتكم في عدم تسكين أي حاج؟ أولا، المباني لا يتم إسكان أي حاج إلا في مباني مصرح لها من قبل لجنة للإسكان، وهي لجنة مكونة من عدة جهات ترأسها أمارة
المنطقة وتتولى التصريح للحاج للسكن الذي يسكنها الحاج، وهذا المبنى لابد أن تتوفر فيه وسائل السلامة. ثم كما أشرت الجهات الرقابية اللي تكلمنا فيها والمتابعة من قبل المؤسسة والمتابعة من قبل وزارة الحج والمتابعة من قبل الدفاع المدني هي من أجل المتابعة لهذا الجانب، ولا يمكن السماح لأي مبنى مخالف أن يتم إسكان الحجاج فيه، بل يتم معاقبة ومحاسبة أي جهة وإخلاء المبنى فورا مع إصدار العقوبات الرسمية في هذا الجانب. وهذا ساعدنا كثير إلى أن نحافظ بإذن الله على سلامة الحجاج. وكما أشرت أن هناك ما يزيد عن 5612 منشأة موزعة ما بين مكة والمدينة في إسكان الحجاج، منها 4313 منشأة في مكة المكرمة، وهذا والله الحمد كلها تنطبق عليها اشتراطات السلامة وتوفر فيها كافة الوسائل المطلوبة لإسكان الحج. بالنسبة لتوعية الحجاج لازم يكون هناك دور لتوعية الحجاج بوسائل السلامة الموجودة في المباني بمكة المكرمة وأيضا غير ذلك ما يتعلق بالسلامة والطوارئ. هل نفذتم أي وسائل توعية للحجاج؟ التوعية كما قلت تبدأ من بعثة الحج نفسها من خلال ما يقدم لها من تعليمات قبل الحج، ثم أيضا يقابل الحاج في وصوله من المنافذ البرية والبحرية والجوية بتعليمات سلامة. موجود تعليمات السلامة في وسائل النقل، موجود تعليمات سلامة في الغرفة نفسها، كل غرفة موجود فيها بلغة الحاج تعليمات السلامة، كيف يتم إخلاء الغرفة عندما يكون هناك حالة طارئة، كيف يتم الاتصال برقم حالة الطوارئ، كل هذه الأشياء موجودة وهذه من الأساسيات ويتم متابعتها بشكل دقيق. وجولتنا اليوم وجولتكم معنا كانت من أجل هذا الهدف، أن نتأكد أن كل مساكن الحجاج والله الحمد تتوفر فيها وسائل السلامة في كافة المواقع. إعاشة الحاج نفس الفنادق أو أيضا في مخيمات منى، هل لكم دور في الإشراف عليها وتوفر الشروط الصحية؟ هذا جانب مهم جدا، سلامة الحاج من كل الجوانب، سلامة الحاج من الأمراض ويتم التنسيق فيها مع وزارة الصحة، سلامة الحاج فيما يتعلق بتقديم الوجبات الغذائية له السليمة، وهذا جانب مهم جدا يتم متابعة الوجبات والمؤسسات تتابعها، هناك أيضا فرق طبية تتابع هذا العمل. فالسلامة للحاج من كافة الجوانب، سلامته من الحريق، سلامته من المخاطر المتعددة اللي صدرت في احتماليتها في وقوعها في الحج، هناك مخاطر طبيعية، هناك مخاطر غير طبيعية، هناك مخاطر لا قدر الله للحشود، زحام الحشود، تصادم كتل بشرية أثناء تنقل الحجيج، وجود أوبئة لا قدر الله، وجود جهاد من الحج يعني نقل الأمتعة مع الحج أثناء الرمي وأثناء أداء النسك، كل هذه الأشياء مأخوذ الاحتياط فيها ومأخوذ وسائل السلامة فيها، ولنأمل إن شاء الله أن تكتمل إن شاء الله كاملة في خدمة ضيوف الرحمن بإذن الله. مثل ماذا وسائل السلامة تقصدها؟ وسائل السلامة اللي أنا أقصدها أنه منع الحاج على سبيل المثال من حمل الأمتعة وقت أداء النسك ورمي الجمار على سبيل المثال، عدم تواجد الحاج بكثافة بشرية في مسجد نمرة، عدم وجود الحاج في جبل الرحمة بكثافة زائدة تتعدى الحدود، أثناء التوجه إلى محطات القطار يكون عن طريق التفويج والتقيد بساعات التفويج وبمراحل التفويج، أيضا رمي الجمرات والتفويج من المخيمات يكون هناك آلية للتفويج، بحيث كل هذا هو من أجل سلامة الحاج ومن أجل أن لا تحدث الحالات الطارئة. فيجب أن تبدأ بالعمل المنظم والمخطط له حتى تتلافى وقوع الحوادث لا قدر الله في هذا الجانب. هل أظهرتم هذا العام أنظمة جديدة لتلاشي مثل هذه المشكلات؟ الأنظمة هي موجودة ولله الحمد وتعمل من سنوات، هي القضية في آلية التفعيل وأيضا رقي العاملين في البعثات وتفاهمهم لهذه التعليمات وتقيدهم بها، هذا جانب مهم جدا، وهو ما نأمله أن تكون كل هذه البعثات بمستوى يعني راقي في تقبل هذه التعليمات. وهناك أمثلة ودلائل كثيرة، منها على سبيل المثال حملة الحج الباكستانية موجودين حنا فيها اليوم، لديهم من الإجراءات الإيجابية الكثير، أيضا الحجاج الماليزيين لديهم تجربة كبيرة جدا في توعية حجاجهم وتقيد بتعليمات، هذا اللي حنا نأمله من كافة الحجاج، ورسالة لجميع الحجاج أن يتقيدوا بما يقدم لهم من تعليمات والابتعاد عما يثير الضرر بالحاج نفسه وبغيره من الحجاج. أنت أتيت لأداء هذه الفريضة فاحرص على أدائها بما يرضي الله وبما يساهم في سلامة إخوانك الحجاج الآخرين بإذن الله.
عرفة تختلف عن ميناء بخيام تقليدية، ما هي إجراءاتكم للحد من عدم الالتزام بوسائل السلامة وحدوث الكوارث لا سمح الله؟ هنا قوة موجودة من الجهات الأمنية المشرفة على هذا الجانب، وأيضا من المؤسسات، ومن ضمن الإشراف هو الإشراف على قيام المؤسسات ببناء المخيمات بشكل صحيح وعمل القواطع وتوفير وسائل السلامة في هذه المخيمات. وكما يعلم الجميع يوم عرفة هو يوم واحد ولكن يوم خطير جدا، لأن الخيام كلها خيام تقليدية يتم التعامل معها بشكل كبير في انتشار قوات السلامة من إخواني رجال الدفاع المدني، وأحب في هالمناسبة نشيد بدورهم وما يفعلون في الميدان، أيضا إخواني رجال المؤسسات ورجال وزارة الحج في الرقابة الميدانية والمتابعة الدقيقة داخل كل مخيم، أيضا وجود رجال المؤسسات العاملين داخل كل مكتب وكل مجموعة ميدانية، يتوفر في كل مجموعة ميدانية 10 رجال سلامة، 10 مسؤولين عن هذه المسؤولية داخل المخيم والمتابعة، ومن ثم إنجاز هذه الأعمال والمحافظة على سلامة الحج، وهو ما نأمل إن شاء الله أن يتحقق في حج هذا العام بإذن الله. طبعا وزارة الحج تجبر كافة مؤسسات الطوافة بتعيين مشرف طوارئ وسلامة في نفس المؤسسة، وذلك للتنسيق مع وزارة الحج فيما يتعلق بوسائل السلامة. معنا أحمد نعيم مشرف طوارئ وسلامة في إحدى مؤسسات الطوافة، أهلا بك. حدثنا عن دوركم في مؤسسة الطوافة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. دورنا بالنسبة في عملية الطوارئ السلامة في المؤسسات يعتمد على عدة نواحي، من ضمنها توفير الأمن والسلامة وحماية ممتلكات الحجاج، وكذلك برضو نتأكد من أنه هي وسائل السلامة متوفرة مثل طفايات الحريق، أيضا كثافة المبنى عدد الحجاج يجب أن يتوافق مع نفس المبنى، والتأكد برضو من جميع الأمور التي تخدم الحجاج والأمن والسلامة. أيضا لا قدر الله في حالة حدوث حريق أو خلل في المبنى يتم إخلاء المبنى وتوفير مبنى آخر للحجاج، بحيث يكون والمحافظة على ممتلكات الحجاج اللي هي طبعا ملابسهم وشناطهم، هذا تكون أمر ضروري في المتابعة المحافظة عليها، والتأكد برضو من سلامة المبنى من وسائل السلامة متوفرة، طفايات الحريق، الإنذار المبكر، شبكة المراقبة بكاميرات في جميع الأدوار، بحيث أساس تأكد أن المبنى مراقب أمنيا بحيث لا تتعرض أمتعة الحجاج للسرقات. معنا الأستاذ أنس جمعة مدير الطوارئ والسلامة في وزارة الحج، أهلا بك. كيف هي الأمور حتى الآن فيما يتعلق بسلامة الحاج في المباني وغيرها؟ ولله الحمد والمنة، حتى الآن يسير الحج كما خطط له إن شاء الله من ناحية السلامة والطوارئ، في ظل التوجيهات التي نتلقاها من خادم الحرمين الشريفين بالحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وتطبيق ما يصدر من خطط من وزارة الداخلية ومن كافة القطاعات العاملة في الحج. لهذه اللحظة أحب أطمن جميع المسؤولين وجميع الحجاج بأنه لله الحمد الحجاج يسيرون فيما وفق ما خطط لهم من سلامة وأمن إن شاء الله بإذن الله، ونحن الآن نستعد إن شاء الله للمرحلة الأخرى وهي المشاعر المقدسة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى كل هذه تؤدي إلى نجاحات إن شاء الله متوقعة بحول الله للخطط التي يتم التعامل معها وفق ما يريدنا من الجهات المختصة. هل سجلت أي مخالفات من الفنادق أو الشقق فيما يتعلق بمخالفة وسائل السلامة؟ هناك بعض الحالات تسجل ولكنها حالات تعتبر بسيطة ولله الحمد، ويتم التعامل معها وإزالتها فورا من قبل الفرق العاملة عندنا في قطاع الإسكان والطوارئ بوزارة الحج، ويتم إن شاء أخذ فرق للموقع وإزالة الملاحظات والاطمئنان على سلامة الحجاج، وهذا هو كل مقصدنا في هذا العمل بإذن الله تعالى. عمليات تنسيق ما أرسل معك عمليات تنسيق طيب بإمكانك لا
الخبرة المتراكمة لوزارة الحج واعتماد خطة في حالة الطوارئ تجعل الجميع في اطمئنان بسلامة الحجيج بإذن الله. إلى اللقاء.